إذا على ملعب العهد المباراة كانت عم تقام وهي أرض الرسنج عمليا. استقبل الفريق الشمالي للسلام زغرطة بالثياب الحمراء والرسنج بالألوان الزرق الكاملة. انطلاقة المباراة راح تكون مع فريق الرسنج. ديوغو اللاعب البرازيلي بمرر الكرة لعدنان ملحم من دون أي خطورة تقريبا، كرته كانت بجانب المرمى. من بعدها مثل ما راح نلاحظ أغلب الكرات راح تكون لصلاح فريق الرسنج. محمد جعفر بيلعب كرة، شوفوا هالهجمة شو راح يصير. عدنان ملحم بالمرة الأولى ما بيعمل كنترول على الكرة، على الجهة اليمنى عدنان ملحم صاحب الرقم 10 لفريق الرسنج بيلعب كرة للظهير الأيمن حسين سيد، كرة داخل المنطقة، خروج خاطئ مصطفى مطر، ما فيك تخطئ قدام محمد جعفر. محمد جعفر ما عم يتوقف هالموسم، مرحلة الذهاب ممتازة لهاللاعب. 1-0 لفريق الرسنج. رأسية أعلنت عن الهدف الأول، من بعدها ديوغو بمر الكرة لعدنان ملحم، عدنان هالمرة خروجه لمصطفى مطر كان جيد. دائما مع فريق الرسنج محمد صادق، شوفوا من فرد ديوغو اللاعب البرازيلي 1-1 بيسدد بيسار وعلى يمينه لمصطفى مطر. 2-0 لفريق الرسنج من دون أي مشاكل، هدف سهل للاعب البرازيلي، لعب الوسط على فكرة منه المهاجم لكن انفرد بهالكرة. 2-0 انتهى الشوط الأول للفريق الأزرق، وسط غياب شبه كامل للسلام زغرطة. سلام زغرطة قدم مباراة سيئة مثل ما ذكرنا، هيدي محاولة من حسين سيد يلي كاد يسجل الهدف الثالث، من بعدها كايرو دي أندرادي المهاجم بيلعب كرة لمصطفى عدنان لوحده بالمرة الأولى ما بينجح، متابعة من كايرو انجاز من مصطفى مطر، لكن الدفاع سلام زغرطة كان عم يتفرج بهالحاله. مصطفى حسن غريب هالكره فعلا، مصطفى حسن عم يسجل حسن يعني الهدف الثالث بكل سهوله. رح اشوف اللي عاد يشوف اربع لاعبين لكن لوحده بثلاث مرات كان عم يحاول وعم يسجل، والمباراه عم تنتهي بفوز مستحق لرسنج 3-0. زلنا نحن على الماتش انه كان بهدفنا 3 نقط، ما في غير 3 نقط، غير انه صرنا فتره عم نتعادل عم نقدم اداء حلو بس مش عم يكون نتيجه حلوه، فكان تصميمنا انه نجيب نحن 3 نقط. الحمد لله توفقنا بالجوال من اول شوط، وكان ماتش حلو، كان في تصميم، كان في روح، وكان في قتال على الماتش. اول شيء برافو الفريق الرسنج اللي انتصر وسحق انتصار. ما بعرف إذا بيعانا ولا من غير إعانة، ماني نعاود نقول مانيش لنا باش نقيم الحكام، بس لما تكون هكا مظالم، لما ترجع الحجر 2-0 وانت في 2 أوفسايد، أنا على نفس اللاين ونتحدى أي واحد يقول ماني أوفسايد، 2 أوفسايد إيه.